معنا من طنجة المستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية السيد سعيد شكري. أهلا بك سيد شكري معنا على سكاي نيوز عربية. إذن سيد شكري، نحن نتحدث عن الأمازون، رئة العالم حقيقة. منذ عقود كنا نستمع إلى ثقب الأوزون وما أدى إليه من مشاكل في هذا العالم. ما المقاربات المطروحة اليوم في هذا الاجتماع؟ ما أبرز مشاكل الأمازون، سواء كانت بفعل الطبيعة أو التلوث أو بفعل الفساد الحكومي واقتطاع الأشجار وما شابه؟ بداية صباح الخير لك ولجميع المشاهدات والمشاهدين. أنا أعتقد تكلمت في الحقيقة على أن الإشكالات والاختلالات الكبرى التي تعرفها الأمازون اليوم، أكيد أن الأمازون تساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون، لعل امتصاصها لأكثر من 2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون يعني علامة مهمة يجب يعني الحفاظ عليها. لكن ذكرت شيء أساسي، وهو أن التدهور الذي تعرفه غابة الأمازون يرجع بشكل كبير إلى تدخل الإنسان، وخاصة بعض الأنشطة الزراعية وأيضا الحرائق التي تعرفها هذه الغابة بفعل الإنسان، لأنه ربما اليوم الضغط الذي تعرفه هذه الغابات يجعل هناك يعني سلوكات غير معقولة. ولعل ذكرت أيضا هناك اتجاهات أيضا سياسية ساهمت في هذا التدهور البيئي الذي تعرفه غابة الأمازون. سيد سعيد، يعني ما المشكلة الموجودة اليوم بالنسبة لمنطقة الأمازون؟ هي تشترك بدول عديدة، ربما أغلبها يقع في البرازيل، لكن ما المشكلة الحقيقية من ناحية البيئة؟ هل تأثيرات العالم عليها أم التغيرات الحقيقية بالنسبة للسكان الأصليين وعاداتهم؟ هكذا يطرح بعض طرحت بعض التقارير. أكيد من لا ننسى أن ما يعرفه العالم اليوم من تغيرات مناخية ومن ارتفاع حرارة ومن عدم انتظام الأمطار يؤثر بشكل كبير على الغابات الأمازون، لأن هي غابات نباتات أيضا تتأثر بفعل هذه التغيرات المناخية، يعني التغير العالمي يؤثر عليها. لكن أنا أعتقد أن التغير الحقيقي في نظام الحياة الذي تعرفه هذه المنطقة، وخاصة الطلب على بعض المواد وخاصة الخشب، الأراضي الفلاحية، ربما بعض الزراعات اليوم السوجة وأيضا زيوت النخيل وما يعرفه العالم من طلبات على هذه المناطق، يجعل أن الساكنة تتجه نحو هذه التجارة الغير يعني المعقولة والتي تؤثر بشكل مباشر على هذه الغابات. ربما ظروف المعيشة وخاصة في المناطق التي تعيش بجوار بهذه الغابات تجعل منها أنها يعني أن الغابات تتعرض أيضا لهذه يعني هذه التأثيرات المحلية، ولكن أسبابها خارجية، لأن الطلب العالمي على الخشب، الطلب العالمي على زيت النخيل، الطلب العالمي على السوجة هو الذي يجعل هذه المناطق الهشة تلتجئ إلى مثل هذه السلوكات. سيد سعيد، اليوم الحديث أيضا عن الشعوب الأصلية الموجودة في الأمازون، و يعني دور دعمهم هو يحافظ على الأمازون. كيف تتم هذا مسألة معقدة جدا، أن تحافظ على النظام الإيكولوجي وفي نفس الوقت تحافظ على الشعوب الأصلية، أليس كذلك؟ أكيد، لأن اليوم عندما نتكلم أستاذي عن قضية البيئة لا نتكلم عن المنظر الطبيعي وعن الغابات، ولكن نتكلم عن الإنسان أيضا الذي يعيش في هذه الغابات، إلى أي حد فعلا تتوفر له ظروف عيش كريمة من أجل فعلا أنه يمارس. لا ننسى أن هذه الشعوب التي عاشت منذ سنوات في هذه الغابات استطاعت أن تتأقلم مع هذه الظروف، وأنتجت أنواع من السلوكات وخاصة من النوع من الزراعة يتلائم مع هذه الغابات. ربما ما توصلنا إليه اليوم هو نتيجة لهذه السلوكات الجيدة التي قامت بها هذه الساكنة المحلية من خلال نظامها ومن خلال أيضا يعني زراعتها التي تكون في إطار ما يسمى اليوم التنمية المستدامة. سيد سعيد، دعني أختم معك بهذا السؤال. استمعنا لعقود حتى قبل مسألة الاهتمام بقضية التغير المناخي بثقب الأوزون، ما الذي حل في هذه المسألة؟ أنا أعتقد أن اتفاقية مونريال يجب أن نأخذها كنموذج للحد من هذه التغييرات المناخية، يعني التخفيف من بعض المواد وخاصة بعض الغازات التي كانت سبب في ثقب الأوزون، وأخذ إجراءات حاسمة وقانونية جعلتنا اليوم
ثقب الأوزون يتعافى، اتفاقية يعني خاصة مونريال. اليوم كيف يمكن لهذه الاتفاقيات وخاصة هذه المؤتمرات أن تأخذ إجراءات عملية فعلية؟ لأننا زلنا وخاصة في مسألة مؤتمرات التغيرات المناخية لازلنا في إطار الكلام والوعود وأيضا المناقشات التي تتطلب وقت طويل جدا. يجب أن نمر إلى الفعل، لأن كلما تأخرنا، دائما أقولها، كلما تأخرنا كلما أصبحت الحلول صعبة وغير ممكنة وتكلفتها أكبر. شكرا لك من طنجة، المستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية السيد سعيد شكري، شكرا جزيلا لك.